لم يراوده حلم اقتناء سيارة أستون مارتن، سيارة جيمس بوند الشهيرة التي طالما أنقذت حياة العميل السري البريطاني خاصة في اللحظات الحرجة. هذا عن السيارة، ولكن ماذا عن اقتناء مصنع أستون مارتن بأكمله؟ تأسست أستون مارتن في عام 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت دانفورد لتصبح رمزاً للفخامة البريطانية، خصوصاً بعد فوزها في سباقات السيارات في نوربرغرينغ وليمون. وفي عام 64 يتم اختيار أستون مارتن كسيارة جيمس بوند في فيلم جولد فينجر، ليرتبط اسمها بالعميل 007، وتكتمل بذلك الصورة التي جعلت من علامة أستون مارتن أيقونة وجوهرة تنضم إلى التاج البريطاني. ويتناوب على ملكية أستون مارتن عدد من الأفراد والمؤسسات، حتى تستحوذ فورد على 75% من المصنع في عام 87، لتستحوذ عليه بالكامل بعد ذلك بسبع سنوات. لسنوات عديدة كان المصنع شركة عائلية تعمل على نطاق صغير، ولم يكن ينظر له كعمل مربح، لكنه كان يصنع سيارات أسطورية وجميلة. كل هذا تغير مع استحواذ فورد عليه، حيث حولته من مجرد مصنع ينتج بضع مئات سيارات في العام إلى مصنع ينتج 7000 سيارة في العام الماضي، وأصبح ناجحا جدا تحت ملكية فورد. غير أن البداية الحقيقية لاهتمام فورد بأستون مارتن كانت في عام 2000، عندما أدركت فورد الشركة الأمريكية العملاقة أن أستون مارتن ستكون وسيلتها للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها. واستطاعت فورد خلال سبع سنوات أن تحول أستون مارتن إلى شركة رابحة تنتج 7000 سيارة في العام، أي 10 أضعاف ما كانت تنتجه في السابق. فورد عملوا يعني كشركة جاينت في مجال صناعة السيارات، عطوا كثير من الاهتمام لأستون مارتن في خلال 5 سنوات أو 7 سنوات اللي فاتت، اللي استطاعت فيها أستون مارتن أن تصل لهذا المستوى من عدد بيع السيارات من ناحية، ومن ناحية أيضا لأول مرة في تاريخ أستون مارتن توصل، يعني لو 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 جينا نقول أستون مارتن من أول ما بدأت الصناعة لحد سنة 2000 ما صنعت أكثر من 13000 سيارة، بينما السنة تنتج أكثر من 7000 سيارة. نعرف المستوى اللي وصلته خلال 8 سنوات أو 7 سنوات اللي فاتت أستون مارتن. فورد تواجه تحديات كبيرة، وهذا هو السبب وراء بيع أستون مارتن، لأنها في حاجة إلى المال، فقد خسرت في العام الماضي 12 مليار دولار، واضطرت إلى رهن معظم أصولها بنحو 20 مليار دولار، ولذلك فإن حصولها على نحو مليار دولار من بيع أستون مارتن وفر لها سيولة هي في أمس الحاجة إليها. وعرضت أستون مارتن للبيع. أكثر من 30 مستشار عالمي استعانت بهم دار الاستثمار لدراسة المشروع، وعمل هؤلاء لمدة 6 أشهر وفي سرية تامة من أجل الوصول لنتيجة مؤكدة. استعنا طبعا بخبراء كتير يمكن يفوقوا 30 كونسلتنت، منهم كي بي ام جي نيويورك، كي بي ام جي لندن، منهم بي دبليو سي اللي كمل معنا الصفقه، كليفورد تشانس نيويورك بدا معنا الصفقه وكملنا عن طريق كليفورد تشانس لندن، كاسيسا شيبارو which is one of the largest
أوتوموتيف إكسبرتس في العالم استشارنا به أيضا. كساسا شيبارو كان المستشار المتخصص في قطاع الأوتوموتيف، عرض علينا استراتيجية بالنسبة للشركة كاملة. كان بتقول أستون مارتن هو قطاع صناعة أوتوموتيف، ولكن ليه بوتنشال اللي هو يخرج بره قطاع الأوتوموتيف عشان ينتقل لسيكتور اللكشري جود زي لوي فيتو وغيره من الأسامي الكبيرة. قطاع الصناعة دايما البي اي بتاعه الأوتوموتيف يعني كان بيتراوح ما بين 10 إلى 12، في حين أن قطاع اللكشري جود حسب الدراسة اللي عرضت علينا من كاساسا شيبارو بيوصل لحوالي 18 إلى 20. وبالتالي كاساسا شيبارو قال لنا لو قدرنا ننقل الشركة من قطاع الأوتوموتيف لقطاع اللكشري جود معناها اللي أنتوا المالتبلاير بتاعكم هيزيد بمقدار 6 مرات بدون جهد كبير. ويمكن اللي لفت نظرنا كان مجموعة الناس اللي دخل على أستون مارتن والريس بتاعها، من ضمنهم ال في ام اتش لوي فيتون، من ضمنها طبعا دوتي هانسون وسيمون حلبي. فاحنا لما دخلنا كان عندنا رؤية ايضا نختلف عن رؤية فورد، وهي بتبيع الصفقة. نعتقد ان فورد كانت بتبيع شركة سيارات، بينما احنا كنا بنشتري ميكس او خليط بين شركة سيارات وبين براند. واحدة من عوامل النجاح ان الجيفريز الانفستمنت بانك اللي عرض علينا الصفقة وكمل معنا في الدراسات الى ان انتهت، كان مدينا ليتر اوف كوميتمنت اللي هو يقدر يمول لنا تقريبا نص ثمن الصفقة. وده يعني دليل اللي هو مش مجرد مسوق للصفقة فقط، لا ده شريك فيها وعنده يعني قناعة اساسية اللي هو كمان يمول نص ثمن الصفقة. بالاضافة اللي احنا ما اعتمدناش فقط على جيفريز في عملية تمويل نص الصفقة، لان في منافسة كبيرة جدا من بنوك اتصالات مستمرة خلال فترة المفاوضات مع فورد وإصرار على الدخول معنا في عملية تمويل الصفقة، منهم سيتي بانك، وبعد كده دخل على الخط ويست البي اللي احنا اخترناه أخيرا اللي هو يمول الصفقة. ويست البي اخترناه ليه؟ بالرغم المنافسة الشديدة من بنوك عالمية كتيرة زي سيتي اللي هو يعتبر أكبر من ويست البي، إن ويست البي أولا عنده خبرة كبيرة جدا في التمويل الإسلامي وعندنا سابق خبرة معاه من خلال الدار وقديم. تاني حاجة كانت شروط التمويل كانت أفضل بكتير من شروط بقية البنوك. ويست البي ما حطينا مع بعض الاستراكشر، لأن احنا بنينا الاستراكشر خلال فترة المفاوضات بحيث يوم ما وقعنا كنا الاستراكشر جاهز. عملنا أول LPO إسلامي، ليفرج باي أوت إسلامي، ما كانش موجود قبل كده ليفرج باي أوت، يعني أداة تمويل موجودة ومتداولة كتيرة بس كلها كونفنشنال. لكن أول ديل يعتبر LPO متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو اللي احنا بنيناه مع ويست البي، وبالتالي كان اخترنا ويست البي لعملية تمويل الصفقة واهملنا العروض الاخرى. يمكن it's worth mentioning انه احنا ما كناش اعلى بيد موجود، لكن احنا كنا بيد متكامل. وده معناه ايه؟ معناه حطينا السعر، حطينا خطتنا لمدة الخمس سنوات، اتفقنا مع الادارة اللي موجودة او كان في تواصل مع الادارة وضمننا وجود الادارة، لانه for example ممكن شخص اخر يجي يشتري ولكن الشركة تنهار لعدم وجود